السبعينات في دوري ابطال افريقيا، مرورا بقى في الثمانينات النادي الاهلي وماتش كوتوكو لو حضراتكم تتذكروه في استاد القاهره في 82 83 النادي الاهلي حصل على البطوس، بعد كده دخل على ابطال الكؤوس 83 84 85 وفي 87 كان النادي الاهلي يحصل تاني بطوله دوري ابطال افريقيا، كل ده كان في استاد القاهره. ومرورا بالتسعينات والالفينات استاد القاهره له طابع خاص مع جماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي بيبتدي استعداداته. النادي الاهلي هيطير الى الجابون فجر يوم 14 مارس عبر اثيوبيا. بعثة النادي الأهلي تقرر سفرها يوم 14 من مارس القادم إن شاء الله عبر رحلة ترانزيت، وإحنا معنا على الهاتف عشان نتعرف على تفاصيل أكبر طبعا كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي كابتن أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي. مساء الخير يا أبو الكباتن. أبو حميد إزيك، أخبارك إيه؟ وحشت كتير والله. وأنت كمان أبو الكباتن، ويعني إن شاء الله كده تبقى بداية موفقة للنادي الأهلي، فرقة صعبة، فرقة بتلعب كورة، فريق منانا الجابوني. يا رب دايما كده يعني بالتوفيق للنادي الاهلي، وزي ما انت قلت كده هي بقى اكيد صعبه لان هي كل البدايات صعبه. تمام، الحمد لله احنا يعني مركزين بشكل كبير، والكابتن معوض سافر شاف يعني كان سافر شاف الفرقه وعمل تقرير للجهاز الفني، واحنا بدانا نتفرج على الفرقه من اخر مباراه في الدوري، والحمد لله يعني شفتها بشكل كويس، واللعيبه بتتفرج معانا بشكل كويس، وان شاء الله تكون بدايه موفقه لينا. يعني السنه دي اللقب يدخل النادي الاهلي تاني ان شاء الله. طيب فريق منانا فريق كان بره ارضه حصل هزيمه امام ريال كاديكو البوركيني ثم فاز بهدفين مقابل لا شيء، هل يسعى النادي الاهلي لحسم الامور منذ البدايه يا كابتن؟ يعني اكيد انت بتلعب على ملعبك وفي وسط جماهيرك وبدايه البطوله، اكيد كل تفكيرك انك تعمل نتيجه ايجابيه، نتيجه حتى كمان تريحك في مباراه العوده، ولكن يعني احنا هنحاول، وكره القدم فيها كتير، هتحاول تعمل ده، لكن نتمنى يكون توفيق ربنا معانا يوم المباراه واللعيبه جاهزه بشطوات عشان تقدر تحقق نتيجه كبيره تريحك في مباراه العوده ان شاء الله. طيب بالنسبه للعيبه المصابين، هل الكل جاهز للقاء منانا؟ والله يعني حمودي ان شاء الله يعني بدا يجري في الملعب ويتمرن، اعتقد لسه شويه. محمد هاني خد كدمه في انكل رجله، لكن ان شاء الله بكره ممكن يكون موجود مع الفرقه. بس كده الحمد لله الناس كلها موجوده في قاعده افريقيه. كابتن احمد، بالنسبه لحراسه المرمى، هل سيستمر محمد الشناوي في قياده حراسه مرمى الفريق ولا ممكن يبقى في تغييرات؟ نفس الشيء بالنسبه للخط الدفاع، يعني هسال حضرتك بشكل اكبر، هل هو التشكيل اللي لعب امام نادي الداخليه اخر لقاءات الدوري هو اللي هيشارك امام منانا؟ يعني سؤال يا محمد، يعني ما اقدرش، يعني صعب جدا الاجابه وتحديد الناس اللي ممكن تشارك، ولكن انت كجهاز فني انت بتشوف المباراه وتشوف، يعني اول حاجه انت يعني بتحاول تحافظ على ثبات التشكيل عشان الانسجام وكل الكلام اللي انت عارفه ده. نعم. ثاني حاجه انت بتشوف جاهزيه اللعيبه اللي عندك والاستعداد بتاع اللعيبه والناس اللي انت مأهلها بشكل كويس وحالتهم، وتشوف الفرقه المنافسه بناء عليه انت بتشوف بقى مين اللي هيلعب ومين اللي هيشارك ومين هيكون موجود ومين اللي هيستعين بيه على الدك عشان التغييرات بتاعت المباراه، لكن نحدد من دلوقتي مين هيلعب صعب جدا. طيب كابتن محمد هاني كان اصيب النهارده، هل الاصابه يعني قويه ولا ايه حالته؟ محمد اتخبط اول امبارح ورجله ثاني يوم وربت شويه. نعم. يعني طبعا كان صعب جدا كمل امبارح النهارده مع الفرقه، وان شاء الله ممكن يكون بكره ان شاء الله موجود مع الفرقه ان شاء الله. ممكن يكون جاهز. طيب كابتن احمد، الموسم الماضي ابتدى النادي الاهلي امام فريق قوي، فريق بيدفست، صراحة قدم أداء قوي أمام النادي الأهلي، والنادي الأهلي فاز بصعوبة هنا في مصر، وكان لقاء حتى جنوب أفريقيا كانت فرقة يعني رخمة بلغة الكورة، كانت صعبة على النادي الأهلي، هل ممكن يعني اتكلمتوا مع اللعيبة في أن برضو البدايات أمام منانا قد تكون بنفس الأمر بالنسبة لفريق بيدفست؟ أكيد، يعني طبعا بقول لك احنا بنتفرج على الفرقة، فرقة كويسة وعندها لعيبة قوية ولعيبة سريعة، وارد جدا البدايه يعني تكون صعبه الفرق دي، احنا يعني برضو اكيد مش ملهاش تاريخ ومش عارفينها بشكل كبير، ولكن متغيرات في افريقيا كل سنه كتير، يعني فرق بتطلع كل سنه ما تكونش عارفها وبتعمل نتائج كويسه. لا هي فرقه كويسه وفرقه صعبه، الفرقه دي السنه اللي فاتت لعبت مع الوداد في دور ال 30، دور الوداد خرج
يعني وقت صعب بضربات الترجيح وكان محظوظ فيها. نعم. يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني هي مباراه صعبه لكن ان شاء الله يكون استعدادنا جيد ليها ونعدي بشكل مريح ان شاء الله. طيب كابتن احمد، بالنسبه لما شاء الله النادي الاهلي في الدوري ماشي بشكل قوي، اقترب من الوصول الى حاجز الارقام اللي حققه نادي الترسانة من ما قبل، ده احد الارقام. ما شاء الله عندك اكتر من 20 لعيب داخل قوام الفريق احرز اهداف، هل ده بيعكس الاستراتيجيه الهجوميه لفلسفه كابتن حسام البدري والجهاز الفني للنادي الاهلي في الدوري؟ اكيد اكتر عدد لعيبه تقدر تحرز اهداف، كل دي اكيد بتعكس الاستراتيجيه زي ما قلت لك في حسام والتكتيك اللي النادي الاهلي بيلعب بيه والطريقه اللي بيلعب بيها بالاضافه لتركيز اللعيبه على تحقيق الفوز تحقيق البطوله والالتزام التكتيكي داخل الملعب. انت في ماتشات كتير بيبقى عندنا غيابات واصابات وانت بتريح لعيبه، في لعيبه بتدخل ما بتحسش بالشكل اتغير او الاسلوب اتغير، دي كلها مكاسب لينا اكيد يعني. طيب هل من الممكن ان نشوف محمد شريف في قائمه النادي الاهلي في الفتره المقبله، احمد حمدي يعود مره اخرى، اللعيبه الشباب اللي الكل بيتنبا لها بمستقبل جيد؟ يعني اكيد يمكن ان شاء الله الفتره الجايه ربنا يكرمنا ويعني نحسم لقب الدوري، يعني بعد كده اكيد انت محتاج كجهاز فني تدي الناس اللي ما كانتش بتشارك بصفه مستمره، الناس تريح، ناس كانت محتاجه تريح، عاوز تدخل ناس فورمة المباريات، كل ده يعني حساباتها هتكون في دماغ الجهاز الفني قبل. طيب كابتن احمد، عايز اسال حضرتك دخول مروان محسن، ويعني ما شاء الله كان موفق وكان بقالنا كتير ما شفناش احد فروده النادي الاهلي بيجيب بجون من كورنر، يعني هو اول ما نزل ربنا كان موفقه بصراحه، هو لعيب جيد لعيب محترم. مروان وعودته للتهديف، هل من الوارد ان احنا نشوف له ادوار بشكل اكبر مع النادي الاهلي الفتره المقبله؟ يعني بص يعني يمكن مروان من مكاسب المباراه اللي فاتت المكاسب الكبيره جدا بالنسبه لنا كجهاز فني، طبعا اكيد عوده مروان. مروان يمكن غاب عن الملاعب فتره طويله ورجع واتصاب. المباراه اللي فاتت تحديدا يعني هتبقى فارقه لسبب، لانه اولا شارك تقريبا شوط كامل، احرز هدف، عمل اسيست لهدف، الحاله البدنيه ليه شكلها كويس جدا. اللعيب لما بيبعد عن الملاعب فتره طويله بيبقى محتاج حاجه ترجع له الثقه يعني بشكل كبير، اعتقد المباراه اللي فاتت رجعت لمروان نفسه الثقه بشكل كبير، يمكن حتى تمرينه بقى مميز جدا، يعني بقى المقبل على التمرين بشكل كبير بعد المباراه، وحس ان رجع وهدف وساعد زمايله في مركز المباراه، اكيد بتدي ثقه ليه كبيره جدا جدا. وما شاء الله جاب جون وعمل اسيست، يعني حتى كان في روح جميله ما بينه وما بين ازارو. طبعا. وبالنسبه لصلاح محسن، هل من الوارد ايضا دخوله كراس حربه ولا لسه الجهاز الفني بيفكر في وجوده كلاعب جناح؟ لا وارد، لا يعني خلي بالك الجهاز الفني بيبقى عنده قدرات بيحاول يستغلها. نعم. منها، ولكن هي المباراه والتعامل مع المباراه بيفرض على الجهاز الفني خيارات كثيره بتخليك تحط استراتيجيه، تحط لعيبه يكونوا موجودين في البدايه، لعيبه ممكن تعتمد عليهم بعد كده. صلاح يعني جه وشارك معانا في مباريات واحرز هدف وبدا وقعد، صلاح خامه مميزه ولازم ونستفيد منه بالشكل اللي الجهاز الفني يحدده حسب احتياجاته طبعا. يعني كابتن احمد، عايز اتكلم مع حضرتك عن ايمن اشرف، الصراحه واحد من اللعيبه اللي يعني كان غير الوارد ان هو كان يبقى موجود، وبعدين جه النادي الاهلي بيشارك بصفه اساسيه في مركز مساك، هو من يعني لعبه مركزه الاساسي كظهير ايسر، هل كان بالنسبه لكم مفاجاه ولا عشان كان في متابعه جيده هو احد ابناء النادي الاهلي كنتم متوقعين؟ لا مش مفاجاه بالنسبه لنا، يعني ادهم خلينا نقول في الاول ادهم شخصيه يعني متزنه جدا جدا ولعيب جيد جدا جدا، وافاد النادي الاهلي الفتره الاخيره يعني كتير جدا جدا. يعني عندنا مشكله في حته المساك، ولما كابتن حسام فكر انه يجيب ايمن يعني فكر عشان حته تحديدا، رغم احنا يعني حتى الناس كانت بتقول احنا جايبين باك ليفت واحنا عندنا ثلاثه، لا يعني احنا كنا جايبينه وعارفين ان احنا هنستخدمه في الحته دي. عندنا اصابات، عندنا ناس يعني حجازي كان مشي، وكان رامي عنده اصابه طويله وربنا رجعه ان شاء الله بالسلامه وسعد فتره،
كان موجود نجيب، فايمن لما جه لا لعب واجاد وادى بشكل كويس، ومن اللعيبه المميزه جدا جدا في الفرقه الفتره الاخيره طبعا. طب عايزين نطمن على حالة رامي ربيع، وصل لإيه؟ رامي يمكن لسه يعني في مرحله العلاج، لسه في المانيا ولسه قدامه يعني لسه في كشف بكره او بعده، وهيحدد بناء عليه يعني الفتره الاخيره للعلاج وهيرجع ان شاء الله. يعني اقترب من الرجوع. بالنسبة ان لحالة شاء سعد الله. سمير وحسام غالي وعبد الله السعيد، حالتهم لا البدنية؟ يعني لا، سعد وعبد الله مفيش مشكله موجودين مع الفرقه، حسام غالي يمكن عنده شد خلفيه ويجيب شويه، لكن لسه مش هنعرف، مش عارفين قد ايه يعني. طيب هتعملوا معسكر في مارس يا كابتن؟ لسه مش يعني كل الامور مطروحه، بس لسه مش عارفين يعني صراحه يعني فترة يعني التوقف هتبقى طويلة. هتبقى طويله، ولسه مش عارفين هل في مباراه وديه، هل في معسكر، كل الحاجات دي هتدرس دلوقتي. انت خلي بالك برضه النادي الاهلي عانى الفتره الاخيره من ضغط المباريات والسفر، فانت يعني على قد محتاج الراحه برضه يعني محتاج تجهز لعيبه عندك، فلسه هي حسابات لسه لم تحسم يعني. محتاج تاخد اللعيبه، محتاجه تاخد نفسها. اكيد طبعا، طب والجهاز برضه الجهاز محتاج ياخد نفسه الصراحه، ما شاء الله. يعني يعني الدوري السنه دي والموسم السنه دي يا كابتن احمد، بالنسبه للجهاز الفني صراحه ما شاء الله، كلكم عايزين جائزه خاصه، لان انت بتلعب غير المنافسين، عندك الاجهاد، كنت بتنافس الاجهاد هذا الموسم. طبعا يعني الاهلي كمل افريقيا للاخر وبعدها لحد دلوقتي بتلعب على طول يعني. طبعا كل الشكر للعيبه طبعا، هم في النهايه هم الاداء اللي في الملعب واللي بتلعب وبتجري وبتتحرك وبتنفذ وبتأدي، فكتر خيرهم يعني. طب هل الكابتن برضو عايزين الساده المشاهدين يعرفوا ان ازاي النادي الاهلي اولا بيحارب الاجهاد في ظل ضغط الماتشات اللي كل 3 ايام ماتش؟ يعني النادي الاهلي في فبراير اعتقد لعب 8 ماتشات، وفي نفس الوقت بتقدر ان انت تخلص ماتشات في الدقائق الاخيره، وده معناه ان معدل اللياقه البدنيه على اعلى مستوى. يعني بتشتغلوا ازاي كجهاز فني في هذا الامر؟ والله طبعا هو يعني اول فتره الريكفري بتاعتنا لازم تبقى يعني منضبطه جدا ومحدده جدا، سواء مع اللعيبه اللي بتلعب، وانت كمان في لعيبه ما بتلعبش بتبقى عاوز تحافظ على لياقتك البدنيه، فانت لما بتيجي بعد المباراه بتمرن يعني عندك يومين بتمرن مجموعه لوحدها ومجموعه لوحدها، في لعيبه محتاجه تريح ولعيبه محتاجه تحافظ على المعدلات البدنيه بتاعتها. طبعا انيس قايم شغل ده بشكل مميز جدا، وفي نفس الوقت الحمد لله حتى في المباريات زي ما انت بتقول يعني حتى لاخر لحظه بتأدي وما تحسش ان في يعني اجهاد او تعافى، الحمد لله يعني ماشيين بشكل كويس في الحته دي الحمد لله. طيب كابتن احمد، انتوا بالنسبه لموضوع الدوري الممتاز، هل مصممين على كسر الارقام وعمل تاريخ جديد بالنسبه للنادي الاهلي في الاعلى تهديفا والاكثر فوزا؟ والله بص يعني اي فرقه واي مدير فني هو الاول بيفكر في اللقب، يعني انت بتفكر ان يبقى عندك لقب وتحرزه سواء في اي مسابقه يعني سواء كاس مصر او الدوري او بطوله افريقيا، بجانب ده وانت ماشي في سكتك وبتكسب بتحقق ارقام تبقى حاجه مميزه جدا، ولكن ما ينفعش تحقق في ارقام قياسيه، تفكر في ارقام قياسيه وتفكر انك تحققها وانت ما حققتش بطوله، الاول انت بتفكر في البطوله. نعم. بعد كده بتشوف حساباتك انت ايه وخلي بالك يعني في فرقه وفي لعيبه محتاجه تريح وفي في مليون حاجه، انت مش هتفكر يعني صعب جدا تفكر في حاجات وتضر لعيبه او تضر فرقه، لا بس تفكر في البطوله وبعد كده تفكر في اي حاجه ثانيه. اللقب الاول بتاخدوها انتوا كده كده كخطوات يعني. طبعا طبعا اللقب الاول وبعدين حاله اللعيبه طيب يا كابتن، هتنقلوا التمرين بكره من التتش؟ يعني غالبا اه ان شاء الله. ايه السبب يا كابتن؟ يعني يا كابتن احمد، انا بحاول اخد منك اي تصريحات باي شكل. لا لا يعني احتمال يكون في التتش اه ان شاء الله. محتاجين تركيز اكتر عشان اللقاء. ختاما كابتن احمد، عوده جمهور النادي الاهلي للقاء منانا والعوده للعب في استاد القاهره في دوري ابطال افريقيا، بالنسبه لكم ايه كجهاز فني؟ طبعا يعني اولا احنا يعني طبعا كويس ان احنا بقى لنا فتره بنلعب في الاستاد، بلعب يعني وحشنا بقى له كتير ما بنلعبش عليه، وارضيته كويسه ولعيبه حيث المساحه والارض، ثاني حاجه محتاجين الجماهير وحشتنا محتاجينهم يفرحوا معانا وبانتصاراتنا ونفرحهم كمان يعني، فربنا يسهل ان شاء الله يكونوا موجودين في المباراه ويشجعوا الفرقه ويساعدوا الفرقه على الانتصار ان شاء الله.
كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن احمد ايوب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا المدرب العام للنادي الاهلي.